احنا احيانا بنعترض على فاول في نص الملعب ورمي التماس. نعم. مفيش ولا واحد من 11 لعيب في النادي الاهلي ولا البدلاء ولا جهاز النادي الاهلي اتكلم اتكلم ولا سبحان الله. اي لحظه على هذا. اصل هي خادعه الولد ما تتكررش كتير يا كابتن رضا. ما تتكررش كتير. هي خادعه يا كابتن. الولد لما راح عدت الكره من تحت رجله دون قصد منه، وبالتالي كله تخيل ان هو لمسها. كابتن مجدي معلش، بس ممكن يكونوا برضه اجهلوا القانون يا كابتن. نعم يا حبيبي. ممكن يكونوا اجهلوا القانون. انا اتفق معاك يا كابتن. ممكن يكونوا بجهلوا القانون. عموما احنا بنشكرك يا كابتن رضا. طبعا خلاص كل القنوات دلوقتي هتاخد اللقطه دي تشتغل عليها، هيقولوا شوفوا السبق. احنا اللي اخذنا اللقطه وكابتن رضا ربنا يكرمه والباقي كله يشتغل عليها، ما عندناش مشكله ما دام احنا اخذناها الاول ما عندناش مشكله. شكرا كابتن رضا، اشكرك شكرا جزيلا. اذا هدف نادي وادي دجله هو ضربه حره غير مباشره على نادي وادي دجله، باعتبار ان اللاعب اللي لعب الضربه الركنيه لمسها مرتين متتاليتين دون ان تلمس لا زميل ولا منافس. ورينا اللقطه مره اخيره بالثلاث سرعات اللي انت عاملها عشان نكون متاكدين منها برضو، لكن هي واضحه الحقيقه وضوح الشمس. واضحه. الكره ماشيه في مسارها وبسرعتها الطبيعيه ما تبطئتش. هي باينه في القريبه كانت فتحت نفس المسار، ما فيش اي تغيير اتجاه. دي بعيده برضو يا نصر. هيجيبها كلها. هيجيبها لك كلها. يمكن انا شايفها برضو من هنا انها